تشهد حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية تذبذبا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المياه الإقليمية وارتفاع ملحوظ في المخزونات الأمريكية. إلى التفاصيل. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري للشهر الثاني على التوالي بمقدار 100,000 برميل يوميا لتصل إلى 1,200,000 برميل، حيث أشارت إلى أن الطلب على النفط سجل ارتفاعا بمقدار 250,000 برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي. ومن جهتها قالت منظمة أوبك إن التطورات الجيوسياسية ووضع المخزون العالمي يقفان وراء تراجع أسعار النفط إلى نحو 66 دولارا، موضحة إن سعر سلة خاماتها الشهري سجل تراجعا طفيفا في مايو الماضي ليبلغ نحو 70 دولارا للبرميل قبل أن يهبط بشكل أوضح هذا الشهر إلى نحو 62 دولارا بسبب ارتفاع المخزون الاحتياطي لبعض الدول، وأيضا بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة السياسية التي نشبت قبل بضعة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا بعد الهجمات التي استهدفت الناقلة النرويجية والناقلة اليابانية في خليج عمان وهجمات مماثلة على 4 سفن في شهر مايو الماضي. وعلى ذلك عبر وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عن قلقهم إزاء الهجمات، كما وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأضرار التي سببتها الهجمات الأخيرة تتجاوز ما أصاب السفن من أضرار مادية نظرا لأنها أثرت على الثقة العالمية. وفي السياق ذاته قالت شركات للتأمين على الملاحة بأن تكلفة التأمين على السفن التي تمر في الشرق الأوسط قفزت بنسبة 10% على الأقل.